بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أبنائي وبناتي المقبلين على اختبارات مقياس موهبة، مقياس القدرات العقلية المتعددة للصفين التاسع والعاشر. الآن موعدنا مع مراجعة ليلة الاختبار من عام 2020. أنصح أبنائي وبناتي باقتناء هذا الكتاب المهم المتميز في مقياس موهبة. كما أحب أن أؤكد أن هذه الأسئلة لا توجد في أي مكان آخر إلا على هذه القناة. مع هذا السؤال الأول والهام، بيقول هنا: خالد وأخوه أحمد كانوا ذاهبين إلى بيت عمتهم، فتلقى أحمد اتصالا هاتفيا، وعندما انتهى من المكالمة سأله خالد: من المتصل؟ فقال أحمد مازحا: خال ابن عمتك. فمن المتصل بأحمد؟ تعال نقيس هذا السؤال كده على أنفسنا. لو قال هنا: لو ابن عمتك، ابن عمتك هذا ماذا يسمى خاله؟ خال ابن عمتي هذا هيكون هو ايه؟ هو والدي او هو ابي، وبكده اختار باء. نوقف الفيديو ثواني لحل هذا السؤال الثاني. بيقول هنا: حدد الكلمة التي تملأ الفراغ لتعطي علاقة مشابهة لما في داخل الصندوق الايمن. في الصندوق الايمن هنا كاتب كأس، وهنا قلم، وفي الصندوق الثاني الايسر كاتب هنا ماء وفراغ. طبعا الكأس هنا ليس له علاقة بالقلم، ولكن الكأس له علاقة بإيه؟ بالماء. يعني الماء يوضع داخل الكأس، أو أن الكأس يوجد بداخله ماء. طب القلم يوجد بداخله إيه؟ القلم يوجد بداخله حبر، وبكده أختار ألف. نفس السؤال السابق بيقول هنا: حدد الكلمة التي تملأ الفراغ لتعطي علاقة مشابهة لما في داخل الصندوق الأيمن. كاتب هنا عقد ودرر، وكاتب هنا سبحة، وهنا فراغ. انتوا عارفين طبعا ان هذا شكل العقد. العقد هذا هو عبارة عن سلك، او عبارة عن شيء يحيط به الرقبة، ثم يوضع فيه بعض اللي هي الخرزات او الحبات هكذا. فهنا سبحة، فهذه السبحة بتكون بهذا الشكل، وبيكون داخلها ايه؟ بيكون داخلها حبات، هذه الحبات اللي تسمى الخرز. عشان كده اختار دال. مع سؤال اخر متكرر في كل الاختبارات، بيقول هنا: العبارة الاتية تحوي مقدمة غير واقعية، تحتها خط، اختر الاجابة التي تكمل العبارات منطقيا. بيقول هنا: اذا كان الثوب رأسا وفي التمرة نواة، فان الثوب نقط. نخلي بالنا ان هذه المقدمة الغير ايه؟ الغير واقعية. إذا كان الثوب رأسا فإن الثوب يلبس، هذا طبعا الوضع العادي المنطقي، أحذف ألف. فإن الثوب ذراعا، لا طبعا خطأ. فإن الثوب دماغا، هنا بيقول الثوب رأس، وفي الرأس إيه؟ وفي الرأس دماغ. عشان كده أختار جيم، هو الجواب الصحيح. مع سؤال قوي على الاستدلال الرياضي والمكاني، بيقول هنا: مستطيل محيطه 16 سنتيمتر، وطوله يساوي ضعف عرضه ناقص واحد، أوجد مساحة المستطيل. في استراتيجية بحبها جدا في حل هذا النوع من الأسئلة، إن أنا أمثل الشكل في رسمة صغيرة، هذا هو المستطيل. وإحنا قلنا قبل كده أن المحيط بكلمة واحدة هو مجموع الخط الخارجي اللي بيحيط بالمظلة، يبقى مجموع الأضلاع هذا يعطينا المحيط. يبقى كل الخط هذا يمثل كام؟ يمثل طوله 16. طب زي ما انتوا عارفين هنا في طولين، وفي هنا ايه؟ وفي عرضين. افضل حاجة هنا اجيب نصف الايه؟ المحيط. نصف المحيط اللي هو كام؟ اللي هو 8، لان قسمت 16 على 2 يعطينا 8. ابدأ اوزع هنا على طول واحد وعرض واحد هيعطينا 8، لان نصف المحيط يعني طول واحد وعرض واحد. بس هنا في معطى بيقول لابد يكون طوله هو عبارة عن ضعف العرض ناقص واحد. يعني اوزع الثمانية هنا، ايه رأيكم اخلي هنا 5 وهنا 3؟ 5 زائد 3 يعطينا 8، صح. طيب ايه علاقة الخمسة بالثلاثة؟ ضاعف الثلاثة، ضعف الثلاثة يعطينا كام؟ يعطينا 6، نقص منها واحد يعطينا 5. يبقى كده الفرض صحيح ان يكون طول المستطيل 5 وعرض المستطيل 3، لو جمعتهم كده هيعطينا كل المحيط 16. طالب مني المساحة، برضو المساحة كلمة واحدة بأضرب الطول في العرض، كده يعطينا مساحة المستطيل. الطول 5 والعرض 3، أضرب 5 في 3 يعطينا 15 سنتيمتر مربع، وبكده أختار جيم.
نلتقي غدا إن شاء الله مع اختبارات مقياس موهبة للصفين التاسع والعاشر. شكرا والسلام عليكم.